صباح الخير او مساء الخير حسب الفتره اللي انت بتشوفني فيها. انا هكلمكم النهارده على موضوع الافتاء، بمعنى لو انت قوي ما تفتريش على غيرك بقوتك، لو انت معاك فلوس ما تفتريش على غيرك بفلوس. يعني ما تقولش انا معايا قد كده، ممكن غيرك على فكره يبقى مش معاه، فانت دي نفسيا بتكسره. تمام، الست الحامل اللي بشوفها ماشيه في الشارع مع الرضاعه ولابسه الجلابيه وايه مش فارق معاها حد، لا يا جماعه في ناس ربنا مش كريمها بالولاد، واللي يجيب عيل جديد ويحطه على النت ويزيعه بتاع، ففي ناس يعني لسه ربنا ما رضاهاش. لازم تراعوا شعور الناس جميعا وما تفتريش على حد. الافتراء ده موضوع وحش قوي قوي قوي. انا هحكي لكم موقف صغير قد كده حصل قدامي. عيل صغير واحد بادي بيلدينج ايه جاي ايه بيضربه الواد ده، على صراحه راجل طبعا هو مش هيقدر عليه، فعمل ايه الواد الصغير ده؟ جاب ازازه حاجه ساقعه من التوك، الواد كان بتاع توك، راح كسرها مد الواد في وشه، والواد ايه عضلات مفتوله وجسمه طول بعرض، فدمر له مستقبله. لما عيل صغير يدمر لشاب كبير مستقبله، وده على فكره ده على ربنا، انت الواد الصغير ده القوه وجعله سبب اللي هو يعمل مع الراجل الكبير ده كده عشان هو حب يفتري عليه. وهقول لكم على موضوع تاني. واحد جاي يفتري على راجل كبير بتاع ميكروباص، بيعدي من قدامه الراجل عادي ماشي في طريقه، فطبعا الراجل متضايق ازاي التاني يفرمل عليه. طب ما انت يا عم اللي معدي من قدامه طب عايز يدوسك يعني؟ فليه وليه بقى راح شاتم الراجل الكبير؟ الراجل الكبير صعبت عليه نفسه. فالتاني بقى كان هيمد ايده وهيضربه، راح الراجل الكبير بكوبايه الشاي راح مديها له ايه؟ في رجليه. اتعور. تلف الايام وتدور، الراجل الكبير دوت يجي ابنه بطل اصلا جمهوريه، يجي للواد يقوم هو الكابتن بتاعه في الجيم. يعني الواد اللي هو كان مفتول عضلات ده وكان بيفتري على ابوه. تمام؟ الدوره دارت وبعد ما طردوا وبتاع ده اتفاجئ بده ايه؟ اللي هو ده ابوه. فهمتوا بقى الموضوع جاي ازاي؟ فانت يا ابني ابوه مش ابوه، ولا تفتري على راجل كبير ولا عيل صغير، ولا تضرب واحده ست وتراعي شعور الناس. الخص لك الكلام اللي انا قلته ده كله في كلمتين. مهما تكبر الله اكبر، وكل مفتري في اللقو منه. يعني ربنا بيسلط ابدان على ابدان، والعظمه لله ومحدش ياخد حاجه معاه.